تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيه شكر وتقدير من معالي السيد احمد بن سلمان بن رئيس مجلس النواب على تفضل جلالته بافتتاح دور عقاد السنويه العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب واكد رئيس مجلس النواب في برقيته ان كلمات جلالته الكريمه وتوجيهاته الساميه مشاعل نستضيء بها على طريق الخير والنماء من اجل الاستمرار في العمل الوطني وتحقيق تطلعات جلالته حفظه الله في خدمه الوطن والمواطنين ونحقق لمملكتنا العزيزه ما نرجوه لها من عزه ومجد. كما اكد المسلم ان دعم ومسانده جلالته الدائمه لمجلس النواب النابع من ايمانه العميق بمبادئ واسس الديمقراطيه سوف يشد من ازرنا ويقوي من عزيمتنا حتى نكون اهلا لتحمل هذه المسؤوليه امام الله وامام شعب المملكه الوفي واختتم معالي رئيس مجلس النواب برقيته بالابتهال إلى الله تعالى أن ينعم على جلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة ويديم جلالته ذخرا للمملكة وقائدا لمسيرتها